خليني اقول لك اسئله سريعه. انا اهلاوي من صغري، ولو الاهلي كان اصر على ضمي كنت هروح جري على النادي الاهلي، صح ولا غلط؟ صح. ندمان على رحيلي من برعم الاهلي، وكنت اتمنى ان انا استمر جوه النادي الاهلي. صح. انتقال الزمالك غلطه، ولو الامر اتكرر مش هعمله تاني. لا مش غلطه خالص، ولو اتكرر هعمله طبعا. لو اتكرر هتعمله تاني. اتعرضت للظلم من بعض المدربين المصريين لتولي المسؤوليه الفنيه بنادي الزمالك. صح. بعض المدربين تولوا المسؤوليه كانوا بيختاروا التشكيل بالحب وليس بالافضل في الملعب. لا ما اعرفهاش بصراحه. مش موجود. لا مش موجود. البرتغالي ايناسيو صاحب الفضل عليا في مشاركتي مع نادي الزمالك واتعرض للظلم برحيله. طبعا. بعض اللاعبين الكبار كانوا بيتدخلوا في تشكيل ايناسيو لانه كان ضعيف الشخصيه. لا لا ما حصلش بصراحه. خالص. قلت لي انه كان عنيد كمان. كان عنيد طبعا. كثره التعاقدات والاستغناء عن اللاعبين مع بدايه كل موسم اثر على الزمالك بالسلب. طبعا. في الموسم ده. في الموسم ده طبعا. كنت احد اللاعبين اللي رئيس نادي الزمالك غضب من محمد حلمي عشان ما بيلعبنيش اساسي. ساعات مجلس اداره الزمالك تسرع في اقاله مؤمن سليمان وكان يستحق فرصه كامله. بالتاكيد. خالد القماشي هو افضل مدير فني مصري اتمرنت معاه، والكره المصريه ما استفادتش من خبراته. طبعا. طلعت يوسف هو الاكثر تاثيرا على صلاح ريكو. بصراحه. انا كنت طلعت لعبت الموسم ونص اللي موجودين في الملعب ما طلعتش. يعني كابتن طلعت كابتن طلعت اول ما جه عن كلامي والسمع عن كابتن طلعت ده مش فانا لما اتمرنت جه كان في افريقيا كنا مغلوبين هناك 2-0 مع كابتن عماد سليمان، فجه كابتن عماد ده مشوه فكابتن طلعت اللي مسك اللعب. فمن ساعه الماتش ده بصراحه يعني هو كابتن طلعت بيحب الرجاله قوي. لعيب كوره وبيحب لعيبه الكوره بس بيحب الرجاله. سبت بصمه مع كابتن طلعت هيقف جنبك حتى وانت واقع. والله بصراحه وده اللي كان بيحصل. ده اللي كان بيحصل. انا جيت عليا كابتن كده معاه وما ما لعب 7-8 ماتشات كده. جيت كده الماتش المصري في اسكندريه من اوحش الماتشات اللي انا عملتها في حياتي. فموقف ما حدش يعرفه غير انا وكابتن طلعت. فناداني. لما ناداني بقى بعد الماتش بيوم بنعمل استشفاء فناداني، فانا قلت هاخد دش. طبعا. والله كابتن عمل لي كده، انسى الماتش ده خالص. انسى الماتش ده. اكنه ما تلعبش، ركز في الماتش اللي جاي. بس كلمتين اتنين بس ومشيت. بس كده عملت الماتش اللي بعديه خلاص كويس. كده لازم اسالك في السؤال الاخير عن دور والدك في حياتك خاصه انك لعيب كوره يعني. لا والدي يعني مهما اتكلم عليه حتى عايز 10 برامج بس. بصراحه يعني والدي صاحب جريده الاهرام. نعم. اللي هي في نادي الاهلي ونادي الزمالك وهو صغير مع كابتن حسن شحاته. لا كان سايب لي كان ممكن ما يودنيش الدرس عشان اروح العب كوره. والله العظيم. مقتنع بحته الكوره. هو جه اتفرج عليا اقتنع خلاص. جه اتفرج عليك. اقتنع. هو كنت انا اللي وداني النادي الاهلي اصلا. كان الاهرام كان بتعمل كان كابتن كملعب واحد. مظبوط. بيعمل في نادي الميه لاولاد ال اختبارات هناك الموظفين. مظبوط. فانا رحت من هنا. مع والدك. مع والدي. وفي الشرطه هو اللي قال لي بلقاني بقى انا خلاص اتدمرت من ماشي من النادي الاهلي. فمسكني من ايديا قال لي درجه ثانيه درجه ثانيه. هم كان رحت كابتن الشرطه كان بعديها بثلاث ايام بطوله النادي الاهلي الوديه لبرعم القاهره. واول ماتش هنلعب النادي الاهلي راحوا مؤيدوني في الشواربي وسط البلد بعديها بيوم على طول. اتغلبنا 7-4 وانا جايب بتاع جونين ثلاثه. كابتن بدر رجب قال لي انت هترجع ثاني. كان هو كان عايز يوديني لكابتن عماشه في النيل لو تفتكر. طبعا عشان تبقى فانا قلت له لا النادي الاهلي لا. فرحت رايح الشرطه بقى فقابلت اول ماتش حصل ورحت المنتخب. يعني عبد الحفيظ راح النيل شويه وبعدين رجع للنادي الاهلي. وبعد كده رحت منتخب الشرطه مع كابتن رياو وكابتن عبد الفتاح عباس ومحمد مرسي. رحت منتخب القاهره. وسافرت معاهم اليابان وين وين. كنا رايحين فرنسا وطلعت. ايوه صح.